تساؤلات كثيرة عند الأمهات. وليدي ما يحبش يروح المدرسة، وليدي ما يحبش ينوض بكري، وليدي ما قدرش يستوعب الدرس تاع اليوم، وليدي ما يحبش يراجع، وليدي ما يسمعنيش الكلام، والكثير والكثير من الأسئلة اللي الأمهات تطرحها. ما يساعد أيضا على تنمية الرصد اللغوي عند أولادنا القصص، قراءة القصص. في عوض يصرخ يعطيني ذيك الحاجة وجيبي لي ذيك الحاجة وشيلي ذيك الحاجة، ما أبقى ويبدأ يتكلم هكذا، لازم نقولوا له بهدوء. إن شاء الله بإذن الله رايحين نجاوبوا ونقترحوا، نمدوا بعض النصائح وبعض الاقتراحات في حلقات متواصلة من هذا البرنامج اللي يكون إن شاء الله بإذن الله ثري بلغة بسيطة جدا، حتى كل الأمهات إن شاء الله تفهمنا ونساعدوا بعضنا بعض على تربية هذا الجيل. ورافقوا طفلي الأحد على 9 مساءً.